كنت يومية أسهر وياه. الله يرحمك أبو نورة. أسف دخلتك بيه الجو بس. بس شايك ذكرني بيه. ما دام الشاي مالتي ذكرك بيه فتعال يومية يمي بالليل وأشربك أحلى شاي. بس أني استغربت من شغلة واحدة بأن سيف وعدنان أصدقائك. صحيح. إحنا كنا أربعة. أني وسيف وعدنان وأبو نور الله يرحمه. بيناتنا عشرة عمر. وقفوا لي بأصعب أيام حياتي. اللي يسمع حكيك هذا يقول عليك أنت واحد عمرك بس 60 سنة. العمر بس رقم أحمد. أنا من طفولتي ولحد فترة قريبة كانت كلمة بلا أصل ما تفارقني. وأي ناس تنمروا علي وأذوني بحكيهم. ليش؟ تصدق إنه أنا ما كنت أعرف أهلي؟ ربتني مرة اسمها ابتسام. كانت أكثر من أم بالنسبة لي. شو كانت؟ توفت. الله يرحمه. بس العفو. هلو عم. وينك انت يا ابني يا اصيل؟ قعدت منه ما لقيتك بفراشك، وين انت؟ جيت يوم ولد صديقي. مرتي الثانيه من زرت تتاخر قل لي حتى ما اضل قلقه عليك ابني. صار عم. يعني اروح انام ماني مطمئنه؟ ارجع نام حبيبتي لا يضل بالك. ما طول انا ما طول. مع السلامه. عم؟ عمتي أنعام هي اللي سويت وياها فحص دي أنا حتى ثبت نسبي. يا الله قد أحب هذا الاسم. تدري أمي اسمها أنعام؟ أقول لك أحمد صدق شنو كنت تشتغل قبل ما تلتقي بنجم؟ قصة طويلة بس راح يجي يوم أوعدك وراح أحكي لك كل شيء. شنو رأيك أصب لك بعد شاي؟ لا لا خليك كافي. بس راح تبقى تجيني إن شاء الله. راح أعزمك على بيتنا همي. أتشرف بيتي هذا. ممنون على العشاء. يا معود قابل ذابح لك ذبيحة ألف ألف عافية. مع السلامة. الله وياك الله وياك. أهلا وسهلا بك.